طيب برج الحمل راح نشوف طاقتك. طاقتك راح تكون هون. طبعا اذا القصه قصتكو وانت لسه ما داخلين فيها الطاقه فبتقدر تاخذ القراءه لك. اول شيء انت يمكن عندك نقص اموال، او حاليا انت بتمر ب نقص عمل، رحيل من العمل، احتمال انت بتحس بالوحده لانك انت فقدت شخص غالي عليك. احتمال صار عندك وفاة أشخاص طبعا نشر عن الجميع، لكن احتمال في وفاة شخص أثرت عليك جدا وأنت حاسس إنك أنت وحيد بدون هذا الشخص. والبعض منكم نقص في الأموال أو خسارة في المال. أنت شايف في شخص وراك متجمد جدا، واحتمال عشان الأمبرر تكون أنت مديرك في العمل فصلت من العمل، اتسلط عليك هذا الشخص وظلمك. وإذا قراءة عاطفية فأنت شايف الشخص هذا إنه متجمد متسلط وظلمك بالأكثر. أنت مظلوم في القراءة، أنت يعني حاسس بالظلم، حاسس بالظلم. خلينا نشوف الشخص هذا، احتمال يكون مرتبط في عمله، احتمال هذا الشخص يكون متزوج وغير اتجاهه من اتجاهك انت، من ناحيتك انت. احتمال هذا الشخص يكون متزوج، وارد كبير. واحتمال انك انت الشخص هذا ابعدك عن العمل، ابعدك عن العمل، تسبب في بعدك عن العمل. الشخص هذا حسك انك انت، اذا قراءة عاطفية طبعا، الشخص هذا حاسك انك انت متباعد جدا، اختفيت، تباعدت عن طريقه، انت زعلان منه كتير. وطبعا هو بدور على فرصة تانية معك، بس البعض منكم هذا الشخص رح يكون مرتبط، هو بدور على فرصة، بحاول يفكر او يلاقي فكرة انه يوازن بينك وبين شخص اخر، ويطلب منك فرصة اخرى، او يكون معك بداية جديدة. من هذا الشخص متزوج متقيد، واحتمال في عمله او اسرته هو متقيد فيها. واحتمال انت حاس من ناحية هذا الشخص انه هو غدرك او خانك، دخل طرف اخر بيناتكو. واحتمال يكون تدخل من طرفه من الاسرة، الاب او الام او العم او الجد، شخص كبير في الاسرة. احتمال انت حاسس سبب حزنك شخص كبير من الأسرة. احتمال انت في أسرتك شخص حرمك من الميراث او اخذ حقك. انت هذا احساسك، الفقدان، الخذلان، الوحدة، الشعور بالألم. طيب خلينا قبل ما نبلش نشوف اول اشي المرتبطين. اول اشي الشخص هذا كيف بيفكر فيك، كيف شايفك، وشو نقاط القوة في علاقته ونقاط الضعف. والشخص هذا مخبى عليك، يعني تخيل قلنا شو مخبى عليك في للمرتبطين. طبعا هاي قراءة المرتبطين، طلع لنا الهاي بريستس، يعني في سر مخبي الشخص هذا، في سر. الحمل للمرتبطين، نشوف الحمل. طب الشخص هذا للمرتبطين شافك انت شخص مستقر، هادئ، ملتزم في منزلك، شخص بتحب عملك، شخص بتنتظر لعائلتك بكل استقرار، وشخص هادي وذكي، ذكي جدا وذو طباع هادية جدا. طب خلينا نشوف شو اجاكو كروت. هون بيحكي لك yes this is your soulmate، ان الشخص هذا للمرتبطين هذا السولميت تبعك. هون بيحكوا لك كمان امنح علاقتك فرصة، اعمل على شراكتك. وهون بيحكوا لك في ال if you، طيب وهون بيحكي لك اذا كنت تصدق، وهون بيحكوا لك تحسين الصحة، في تحسن في صحتك. هون اذا انت بتصدق او لا في اشي، انت اذا بتصدق او لا، هون بيحكوا لك اعمل على شراكتك. الشخص هذا السولميت تبعك،
وخلينا نشوف الشخص ده. أول إشي شايفك إنك أنت متريث جدا. أنت قبل ما تاخد القرار في العلاقة بتاعتكوا للمرتبطين، هو شايفك إنك أنت بتفكر جدا جدا وصبور، هو شايفك صبور صبور جدا. أنت على فكرة تقريبا أنت مستحمل هذا الشخص، مستحمله جدا. الشخص هذا يعني كأنه بيقيس أو بيستنزف في طاقته في الصبر، في طاقته في الصبر. الشخص هذا كمان نقطة القوة في علاقتكو هو التوازن والعطاء، يعني مثل ما انت بتعطيه هو يعطيك، ومثل ما هو ما انت بتاخد منه تعطيه، ومثل ما هو بياخد منك يعطيك. فنقطة القوة في علاقتكو انتوا المرتبطين في برج الحمل، الحمل هو التوازن، هذا الاشي اللي بيقويكم. يعني أنا شايف نقطة الضعف للسود، إذا أنا أخذها هي طاقة مستنفذة من عندكم، طاقة خارجة عنكم، أو بدي أخذها بشكل مقلوب، لأن هي رح تكون مشكلة. هي نقطة الضعف، إنه هي عندكم فيش بداية جديدة، أو فيش روح في حياتكم، أو في زواجكم، أو في ارتباطكم، ما فيش إشراقة جديدة، فيش إشي جديد. وكأنه روتين عندكم، روتين، لأنه هو شافك إنك أنت مهتم بعملك جدا، أو مهتم في الأطفال، أو مهتم في منزلك فقط، مش مهتم في المشاعر. الشخص هذا يمكن احتمال إنه بيستنى فيك تعطيه فرصة أو قرار أخرى في علاقتكم. احتمال تكونوا أنتوا في بينكم شوية نزاعات، والشخص هذا بنتظرك تعطي قرار، وكأنك انت عندك نفس طويل لانك تعطي قرار للشخص هذا، كان زوج او زوج او زوجة طبعا الذكر والانثى، او الرجل او المرأة، اذا كان شخص خطوبة. احتمال انه الشخص هذا حاسس من ناحيتك انك انت شخص بس عملي، وبتفكر بس بالنقود، بتفكر بس بالأسرة، أو بتفكر بعقلانية، وأنت رامي المشاعر وراك. أنتوا نقطة الضعف في علاقته هي البداية الجديدة، أنتوا بدكم بداية جديدة، وهون بيحكوا لك إنه فرصتك تستحق إنك تعمل على شراكتها، إنك تعطيها كمان فرصة، إن الشخص هذا سولميت. وإذا أنت تعبان صحيا، لأن أنت فعلا من ظهر عندي في الطاقة انت حاسس بوحدة وبألم، فهون نقطة الضعف عندكو انه فيش بداية جديدة، انتو مش معطيين فرصة لعلاقتكو انها تتصلح، لانه بسبب احساسك انه الشخص هذا خذلك ومخبي عنك سر، وانت بدك تعرف شو السر هذا، وانا كمان بعرف شو السر هذا. خلينا نشوف الكروت الثانية. عشان نشوف الشخص هذا شو مخبي عنك، لأن نقطة القوة عندكم انكم تكونوا خليني اشوف، هو شايفك يمكن انت مسيطر اكتر منه، او بتحب تسيطر. وهذا الشخص شو مخبي عنك؟ انت حاسس ان الشخص هذا بيخدعك، متغير عليك، مثلا استنزف طاقتك، لانك عشان هيك انت بدك صحتك تعبانه، احتمال انك انت صرت بانهيار عصبي منه، حالتك النفسيه مش شرط بس الجسديه، احتمال ان انت نفسيا تكاد ان تنهار بسبب هذا الشخص. طب خلينا نشوف شو مخبي عنك الشخص هذا. البعض منكم كان في علاقه اخرى، وهاي العلاقه ماتت، لكنه مخبي عنكم انه طلع من هاي العلاقة. احتمال الشخص هذا مخبي عنكم انه هو بيلجأ للروحانيات، و لشخص مثلا مثلا بقرأ فنجان، عند الروحانيات عالية، بقرأ افكار. الشخص هذا احتمال بيخبي انه بروح لمثلا شيوخ المندل واشياء هيك، بيتعاملوا مع الروحانيات والفتاح والاشياء هيك، قصص هيك.
الشخص هذا كان في علاقة وانتهت هاي العلاقة، هو مخبي انه انتهت علاقته، انتهت العلاقة الأخرى، طرف آخر دخل بيناتكم. الشخص هذا نقطة الضعف اللي في علاقتكم، انكم بدكم بداية جديدة، بهجة جديدة لحياتكم، فرصة أخرى ترجعوا تتوازنوا بين الأخذ والعطاء، لأنه القوة في علاقتكم إنه تكونوا متوازنين ماديا ومعنويا ونفسيا، لأنه أنت شكلك كأنك بس خلاص صار تفكيرك في الاستقرار والمال فقط، مش المشاعر والشخص هذا شو بيساوي في حياتك نهائيا. هو شافك إنك أنت بطيء وكأنك أنت بتخطط لمثلا تكشف هذا الشخص، عمالك بتخطط له، تعرف شو هو مخبي بالضبط. لكن إذا بتكون العلاقة هي ترجع منيحة، لأنهم هم بيقولوا لك اشتغل على العلاقة هاي، هم بيقولوا لك إذا سون معناته العلاقة هاي بدها بداية جديدة، وإنك تشتغل إنك تحيي هاي العلاقة، لأن الشخص هذا هو سولميت. طيب خلينا نشوف المنفصلين، شو مشاعر الشخص من ناحيتك، كيف بيفكر فيك، وكيف شافك في الماضي، وكيف شافك بعد الانفصال، وشو نوعية من ناحيتك، هل سوف يعود أم لا. طيب هون خلينا نشوف، هون بيحكوا لك في المستقبل القريب احتمال في رجعة. طيب هون بيحكوا لك listen to your intuition، استمع لروحك الداخلية. وهون خلينا نشوف الرومانس شو بيحكوا لك كمان، دع أصدقائك يساعدوك، اطلب الدعم من الآخرين واقبل، أنت بدك مساعدة في هاي العلاقة. وكمان بيحكوا لك ابذل المجهود، الحب الكبير يستحق اتخاذ الخطوات التي نسترشدها، عشان انت في خطوات ببالك استرشدها داخلك فخدها، لان الشخص ده شكله بحبك. بس خلينا نشوف برضه عشان نتأكد، لكن خلينا هاي هو. طيب اول شيء الشخص هذا مشاعره من ناحيتك الحب المتوازن، انت شايفك، انت احتمال هو شايفك انت مستقر وانت بتقدر تسيطر على مشاعرك وقلبك، على عفوا على عقلك، او عقلك مسيطر على مشاعرك، لكنك شخص متوازن جدا، شايفك انك شخص طيب وحنون، لكنك بتعرف تاخذ قرارات صح في الوقت الصح. طب هو كيف بيفكر فيه؟ احتمال تكونوا انتوا مع بعض في العمل، احتمال انتوا تكونوا مع بعض في العمل، لانه في الماضي كان شايفك انك شخص مش عملي، شخص قادر انك تحمل مسؤولية في العمل، لانه الـ 3 of Pentacles والـ 10 of Wands احتمال انكم تكونوا مع بعض في العمل، واللي طبعا مش في العمل مع بعض، فالشخص هذا شايفك انك انت شخص، خلينا نشوف شو بفكر فيك احسن. يعني اول شيء خلينا احنا حكينا شو بفكر فيك، هو بفكر على فكره يتفق معك، يدخل معك في اتفاق. الشخص هذا دخل طرف بيناتكم، نزع هاي العلاقه، نزعها، وانت احساسك بالغدر، انت اللي في الانفصال، انت احساسك انك انت مغدور جدا من الشخص هذا، وكانه دخل طرف ثالث بيناتكم، وكان شايفك في الماضي انك انت شخص صامت وتتحمل مثلا مصايب هذا الشخص، متحمل منه الذي لا يطاق، وكان شايفك في الماضي انك انت شخص تقدر تتحمل، لو دخل طرف في العلاقة انت قادر تحمل الوجع هذا. وللبعض منكم الشخص هذا كان، اذا كان كنت في العمل، فهو كان شايفك انك انت قادر تتحمل مسؤولية العمل لوحدك بدون مساعدته. الشخص اللي بفكر انه يتفق معاك انه تعملوا مثلا عمل جماعي، والبعض منكم
بفكر انه يخليك تستطلع على الشخص الثالث اللي دخله بيناتكو ويعطيك مثلا مبررات لعمله او لفعلته هاي. لكن حاليا في الحاضر شافك كيف، شافك انك انت شخص دبلوماسي عملي جدا، شخص عندك طاقة رهيبة من ناحية العمل، وكان شغل في الماضي انت عندك طاقة لكن انت تحمل فوق مقدرتك، لكنه حاليا شايف انه هي مش فوق مقدرتك، حبك للعمل او حبك للحياة هو اللي مخليك عندك طاقة، انت مش فيش عندك طاقة، بس هو كان فاهمك غلط، هو كان يزيد عليك في كل شيء، مثلا يتجاهلك، مثلا يخليك تنتظره لفترة طويلة، يبعد عنك فجأة ويرجع فجأة، فكرك انك انت رح تضل تتحمله وتتحمله وتتحمله، لانه هو شايفك انك شخص انت عندك قدرة على تحمل المصائب او المسؤوليات، مسؤولية العمل، مسؤولية الاسرة، مسؤولية الحب، مسؤولية المشاعر، هو كان شايفك هيك. لكن حاليا شايفك انك انت شخص لا تقبل في القليل، شخص انت ذكي جدا وانت بتفهمه على الطاير بدون حتى ما بدك مبررات، مثلا هو قاعد بجهز لك مبررات لمثلا اللي عمله فيه، لكنه شافك انك انت شخص ذكي وشخص انت قبل ما هو يسبقك في الكلام انت بتسبقه في الكلام او في الحقيقة، قبل ما هو يكشف لك الحقيقة انت بتسبقه، بتقول انت فعلت كذا وكذا، انت مثلا خد انت دخلت رفتات، انا شفتك مثلا مع شخص اخر، هو شافك انك انت لماح وذكي جدا، وشافك انك انت شخص جدي وعملي وناري جدا وشخص حقيقي بتحب عملك، وانت تفني نفسك لعملك من حبك لعملك، مش لانك انت بتحمل فوق مسؤوليتك. هيك هو بفكر انه يعمل معك مشروع، لانه هو شافك طاقة رهيبة، يعني انت شخص فنان، شايفك شخص فنان عندك حس الفن، هو بفكر انه انتو يمكن اشخاص حرفيين، يمكن انتو في العمل مع بعض في الرسم في الفن، احتمال الشخص يعرض عليك، فهون بيقولوا لك استشير أصدقائك وتقبل رأيهم، احتمال هدول بينكو الشخص هذا اللي دخل طرف من أصدقائكم مشتركين عشان يتم الصلح بيناتكم، أو مثلا يعمل إنه بده في العمل أنت وصديقك مع بعض ويبعت صديقك حتى يحكي لك إنك ارجع العمل عشان إحنا ننضم نعمل مجموعة واحدة، والشخص هذا من ضمنك من ضمن هاي المجموعة. احتمال انتو مثلا مهندسين، مهندس معماري، احتمال انتو تشتغلوا في لوحات فنية، ديكورات في المنزل، ديكورات منزلية، ديكورات او تشتغلوا في مع بعض في الدعايات، تعملوا ديكورات للدعايات او اعلانات، ديزاين اعلانات يمكن. انه هو شايفك انك انت عندك ذكاء رهيب، وشايفك انك انت عندك كل يوم اشي جديد، عندك كل يوم اشي جديد، وعندك حس فني في موضوع مثلا الديكورات، الاعلانات، البناء، الهندسة، او انتو اشخاص يعني عندكم مثلا اجتماعات دائمة مع بعض، وانت بتعطي نصائح جميلة او بتعطي قرارات ذكية جدا، ومستغربك الشخص هذا انك انت عندك حلول ذكية جدا. طب الشخص هذا شنو وياه؟ هل سيعود؟ هون بقولوا لك في الأسابيع القليلة أو في المستقبل القريب، بس أنا شايف الستار، يعني الشخص هذا أول إشي إنه وياه إنه يحزن على الخسارات اللي خسرها، هو حاسس نفسه إنه خسرك للآخر، عشان هيك هو بيتفق هو أحد أصدقائك انه يدخل بيناتكو ويرجعك للعمل، يمكن الشخص هذا مديرك في العمل، يمكن اكبر منك في السن، فهذا الشخص نواياه
نفس الكرتين تخيلوا. الشخص هذا بده يلم الكاسات المسكوبة عن طريق الأصدقاء. الشخص هذا بفكر يدخل صلحة بينكم عن طريق حدا بيعرفك أنت، أصدقاء، أقارب، شخص تالت بينكم. الشخص هذا بفكر يصلحك، لكن الصلح رح تكون واقفة عليك أنت. الشخص هذا يدخل الأصدقاء، يرفع الكوبايات اللي بسببها أنت يعني آلمك. الشخص هذا يدخل طرف تالت بيناتكم عشان يصلحكم مع بعض. هون بقولوا لك استشير الأصدقاء، مش غلط، وتقبل رأيهم، مش غلط، وإنه الحب الحقيقي يستحق إنك أنت مثلا تغفر، تسامح، تسترشد نفسك هل يصح أو لا يصح. هون بقولوا لك اسمع لروحك الداخلية، listen to your intuition، لازم تسمع لروحك الداخلية، تسترشد نفسك إن الحب الحقيقي يستحق. الشخص هذا بحبك وشايفك إنك عملي وشاطر وفنان ومبدع. الشخص هذا هل بيعود احتمال في المستقبل القريب لما يبعت هذا الشخص يشوف هل راح تتم الصلحة أو لا؟ طيب خلينا نشوف الصحة يا برج الحمل. أول شيء أنت صحتك منيحة جسديا، أنت صحتك منيحة، لكن نفسيا لا، أنت نفسيا مشتت مشوش، وكأنه يمكن هاي القصة مؤثرة فيك جدا، حزين، وأنت حاطط نفسك في دائرة الكلام، أو بتسمع كلام كتير، أو أنت مثلا الناس بوجهوا لك كلام بجرحك. الشخص ده واجه لك مثلا كلام بجرحك، احتمال كسرتك انت مرتبط، وكأن الشخص ده غدرك وصرت حزين نفسيا ومنكبت، وكأنك انت بدك اصلاح تأهيل نفسيا من اول وجديد. انت مشتت، مش عارف تبلش في احلامك، مش عارف تبلش في عملك، مش عارف تاخد قرارات صح، بسبب انه انت زي شوي هيك كأن العالم كلها أجت عليك، كأنه يعني الكل غدرك أو خانك، أو أنت ما كنتش فاهم إشي، فجأة صحيت على كابوس، انكشفت حقائق قدامك، كنت شايف نفسك إنك أنت محاط بهالة عشان ما تشوفش حقيقة الأشخاص، وفجأة أشخاص صاروا ينكشفوا لك. فأنت مش تعبان جسديا، أنت تعبان نفسيا، عندك اكتئاب، أنت عندك اكتئاب، عندك اكتئاب مش جسديا. هون بحكوا لك استوب تكين تلتينك، بقول لك هون توقف عن الكلام، your mouth and listen، واسمع، بلش تحكي واسمع، شكلك انت بتحكي كتير. طيب خلينا نشوف كمان كيف، لان شكلكم تعبانين يا برج الحمل، صحتكم منيحة لكن انتوا مشوشين وعندكم كآبة وحالة نفسية شوي مدمرة. انتوا حاسين نفسكم في هالة مش مبسوطين منها، كأنكم حاسين بانه في سياج حواليكم انتوا مش قادرين تفكوا نفسكم منها نهائيا. طيب هون احنا حكينا انه في صحتك راح تتحسن يا برج الحمل، هون نفس الاشي بقولوا لك انه اختيارات صحية، اتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية. هون بقول لك لازم تحب ذاتك وتختار صح، ولازم تكون اختياراتك صحيحة وصحية، عشان هيك انت لازم يعني بما معناه انك تحب نفسك، لما انت نفسيا تعبان مش جسديا، انت حاسس نفسك انك انت بتلف نفس الدائرة ونفس الناس بتكرر حواليك، وكأنك مصدوم في الناس انك كشفت انت عن وجوههم من جديد.
احتمال انك انت تكون حاسس ان الناس الهالة او الطاقة السلبية محوطتك بسبب الاخرين مش بسببك انت، كانوا عاكسين الحظ السيء عليك. طيب عمليا انا شايف ان عملكم راح يكون في المرات القادمة او في لقدام شوي، راح يكون عندكم عمل من الماضي من شخص انتوا كنتوا تشتغلوا معاه، احتمال هذا الشخص يكون من المنفصلين، انكم كنتوا تشتغلوا معاه وراح ترجعوا تشتغلوا معاه في الماضي، لكنه اعادة ماضي في العمل، اعادة في الماضي ومحاسرة في الماضي، واذا في حد اخذ منكم مبلغ مال راح يرد لكم اياه. اذا انتوا كنتوا تشتغلوا يمكن في البناء في العمل في المنازل ترتيب اثاث مثلا، انتوا راح ترجعوا لعملكم في هذا المجال. احتمال للبعض منكم انتوا في عمل مجال تجميلي وراح ينعرض عليكم فرصة من شخص مجاله في مراكز التجميل. إذا البعض منكم راح يكون عمله في الاستشفاء، يكون طبيب نفسي، احتمال انتوا تتوجهوا لطبيب نفسي وترجعوا لعملكم بعد ما ترجعوا ما تتوجهوا لطبيب نفسي، راح ترجعوا لعملكم القديم اللي خسرتوه بسبب زعلكم وتعبكم وكبتكم. احتمال للبعض منكم بتشتغلوا في عمل الفن الصوتي الغناء يعني، وراح ينعرض عليكم فرصة أو راح تقدموا في الغناء. للبعض منكم راح يكون حد يعرض عليه عمل في الأزياء، في الموضة، في الأزياء، في الملابس، تناسق الألوان، أو يشتغل مثلا خياط للملابس، محل ملابس، يفتح محل ملابس. فيكو ناس راح تعيد عملها اللي خسرت فيه بسبب شخص ما مرق في حياتها. طيب خليني احكي لكم الابراج. برج الحمل فقط، وهون برج السرطانات كمان، برج الدلو، برج الحوت والعقرب، برج الاسد، برج الميزان، برج العقرب، وبرج السرطان. والوورد بشوفه الهوائية والمائية، يعني مثل الأسد الثور والنسر أو الصقر بدل على العقرب والعذراء. طيب عندنا طاقات هوائية مائية ترابية، كل الطاقات موجودة، الطاقة أكثر شيء على القراءة اللي هي الترابية. فإن شاء الله تكون القراءة عجبتكم يا برج الحمل، احكوا لي قصتكم، هل أنتم عن جد مخدولين وتعبانين نفسيا من الأشخاص؟ أتمنى إنه في طاقة أنتم شايفينها سلبية في حياتكم، طاقة حسد أو غيرة أو طاقة خليتكم متجمدين في الحياة مش قادرين تتحركوا، وإن شاء الله بتمنى لكم إنكم تطلعوا من هاي الحالة في تقدم، لكن بس تطلعوا من حالة الاكتئاب اللي أنتم فيها. وفي أشخاص راح يرجعوا لهم شخص من الماضي، لكن بعد تدخل طرف من الأصدقاء، من العائلة، من أي حد. بتمنى تكون